أهلا وسهلا، أهلا وسهلا وصفرة دائمة. رح تشوفوا الأكل يلي حول العالم الكلمات بتختلف، ولكن النظام الطبيعي المتوازن. رز عنا 20 مطحنة، عنا 4 أنياب إذا بدك، إذا في لحم حليل كل شقفة لحم. الحبيب كان يأكل مرة بالأسبوع لحم قديد، وستنا عائشة تزيد الشعير، و8 قواطع فيهم فاكهة وخضرة وبقوليات. بس ال32 بالمضغ بحركوا 32 فقرة بجسمك، 64 مجرة بتفوت. خلصنا، ما بقى نحكي أكل وما بقى نحكي جسد شو بيأكل وكيف بطبخ. look and cook and throw the book. ما في طعام، ما في حدا بيعلمك الطبخ. هاي أكبر كذبة. مين علم الماما؟ مين علم التيتا؟ مين علم الطبيعة؟ مين علم الحيوانات؟ هالحدس اللي فينا، هالانتويشن لازم يكبر. ما حدا علم السمكة كيف تسبح، ولا الطفل كيف يحكي أو يمشي أو يرضع بس يطلع ويحكي ويصرخ. فإذا دايما في حنطة بالبيت، رز كامل إذا أنت من بلد الرز، نحن شعير وقمح وبرغل وفريكة وترويقة ملك من عبكرة، فول مدمس وأنواع كتير من الفول وأنواع كتير من البليلة، منقوشة زعتر، منقوشة خضرة، منقوشة ما بتعرفوا. وبعدين نشرب مي أو زهورات بين كل وجبة ووجبة، مش نحن وعم ناكل. ونتغدى غدا أمير وعشا فقير، صحن سلطة إذا في شوب أو شوربة إذا في بريد. خلص من نام المعدة فاضي، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير، ونشغل جسمنا ونتحرك. فإذا الاهتمام 5% بالجسد، 95% بالساجد للواحد الأحد. فإذا قدامي اليوم، إذا بتعرف تاكل بإيدك أفضل، وإلا بالخشب. وإذا ما فيك به، وإذا ما فيك في خشب موجود بأي بلد، بس الريق تبع الماما غير البابا. بدنا ننتبه، ستنا عائشة شاركته بالريق للحبيب، ما شاركته بالعرق. فإذا بدي أكل أول شيء صحن السلطة، أنت بتحط خل، حامض، زيت، ملح، اللي بدك إياهم. وإذا فينا ما نخلط هيك، خلينا نحط جزر الأطفال ما بيخلطوا، بس تخلط للماما هيك الرز وفوق خل إيه، لا 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 لا. بس نحن قد ما صرنا عم نتفرج على هالمسلسلات وهالتلفزيونات، هلا عم باكل بس مشان التلفزيون تشوفه. عادة باكل وحده وبمضغ كتير وما بشكل هالقد. نبروح على المطاعم قليل نادرا، وقت لما نبروح على المطعم بياخد معي الصويا صوص، بياخد معي خبز، وبياخد معي التشوبستيكس، وما بياكل فواكه، ما بيشرب ماي. بالمطاعم بتحط شوربة الميزو، انا بياخد معي الميزو، الا اذا كنت واثقة منهم عم بيجيبوا الميزو منيح، يعني رب الشعير. ونادرا ما روح على مطعم، يعني بقومة العرب قليل تقدر اوثق بحدا، ولكن لما بروح بعرف انه لأني ما بيأكل مواد حيوانية، أنا بقلهم بنقي اللي بدي إياها. ما بيأكل سمك هون أبدا. صويا صوص، هي حشيشة البحر، وهون رز وجزر، وهيدا الزنجبيل. وبإيدي بمسك
بروح على السوق يلي فارمرز ماركت وين ما كنتوا بأي بلد، وهونيك بتعرفوا بالغربة يعني، بس حدا يقول السلام عليكم بحسوا بيقربني وحدس الست محجبة. يبقى الإيراني بالسوق الأمريكاني عنا يخبي لي هيك شيء بس يشوفني طلعوا فيه، قالوا له مثل ما اعطيت مريم اعطينا، قالوا المرتي بتعملون، وانا لانه بيقربونا يعني يعمل لي هو السلطة ويعمل هالاشياء هيك، ويجيب لي انواع كتير من البهارات يلي اعشاب. وانا بس روح من لبنان بخلوا دايما الكمونة من الجنوب، يا حبيب قلبي بقلي كيف بتعملوها، دايما عنا شي حلو عندي وعندك، وهيك تهادوا فيهم. فاذا اليوم هيدا الرز انت حط رز كامل، بس لما بيكون في عندك ناس وما بيعرفوا الاكل الكامل ولا شيء ما نجبرهم نقول لهم لا لازم تاكلوا هول جرين. انت قد ما فيك تاكل اكل هيك على مهلك. بسموه هامينج فود. همدرة. في أكل بيكنينج للإنسان وفي أكل للإنسان. فإذا الأكل يلي للإنسان هلك حنطة بقوليات خضرة، أنت بتحط لهم قليل من العطورات، انتبهوا هم فيها درة فيها حمص مقشور فيها كزبرة فيها بازيلا، بكل بلد بالعالم في حنطة. بروسيا عندهم أحلى حبة بسموها الألماس، عندنا مهمة سرزان، نحن عنا قمح وشعير، مصر عندهم الرز، دايما في حنطة. وين ما رحتوا قالوا البلد اللي بتوصلها كل من بصلة، لأنه البصلة طبقات 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 طبقات، ونحن كمان طبقات 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 طبقات. البصلة بس تقشرها وتكلها وين راحت؟ بعدها موجودة. سو بأي بلد عربي كنتوا فوتوا على المطاعم اللبنانية السورية الشامية وقولوا بدنا أكل نباتي، ما تاكلوا مواد حيوانية أبدا، لأن تلوث الجو وما فينا ناكل، نخيرنا تلوث. شو بنعمل؟ زيت زيتون، زيت حبة البركة، زيت بذرة التين، ما بيفوت التلوث بدينينا. الديني ما بتنام أبدا 24 ساعة، مشان هيك بالفطرة بس يخلق الطفل بابا شو بيعمل بالديني أو بدقوا جرس أو بيحطوا صلاة، بتصير هالديني مشفرة على كلام الله. أرحنا بتصير وقتك ما بتروح بتسمع الصوت، ما بعد بدك صوت السياسيين وهوديك، صوتك انت. فإذا مهم كتير نعرف ناكل طعام يلي بينسجم وبيتناغم. وأنا بحب أكل الرز والخضرة وبحب السوشي كتير، خصوصي يلي بعملها على الطريقة العربية اللبنانية. مرة بأمريكا عنجر عشب لعندي ولبناني، كتير كنت حب اشتغل مع أهل البيت، طلع السلم مدش عم بيعمل مارون قص أصبعه هيك، جبت ورقة مثل هاي مسحتها بلساني ولزقت له إياها. كنت عن مستشفى حد فيرجينيا في مستشفى بمتير أخدوه، بعد شوي اجوا معه اثنين اطباء قالوا ليش عملتي؟ قلت لهم هيك، قالوا مريم احترنا كلنا، سكر الجرح يعني كان بدهم يشيلوها لو نحن عنا بيعملوا عمليه بيشيلوا له اصبعه. قلت لهم نحن عنا هي بالفطره. في واحد من هالاطباء صوفي قال لي الحبيب محمد عملها، قلت له ايه، فتح له عينيه.
الكتاب اسمه صيدلية البيت، فوتوا فيها، وصيدلية الروح على الموقع كل شيء فيه. بتشوفوا ساعتها انه ما في لزوم ولا اي طبيب ولا اي مشفى، انتو اللي جسدك عليك حق، وقت اللي انت تحسي الله مش عني كتفي مش عني هم دغري حركت ايديك، هذا هو الوضوء الاكبر كله، او الدوئن تقروا بالالماني او بالياباني أو. كل جسمك كلك حركتك، قد ما فينا ما نلبس كعب عيلي ونلبس الثياب يعني مستورة. هلأ بلش بلبنان كتير بيلبسوا شراويل، لأن الشرويل للمرأة وللرجل بيقوي هالطاقة اسمها الهارة. عشان هيك محمد حكي عن الرجل القوام، هو من القليل يلي رجل قوام بودا مكي هو، وحكي عن هالعلم. بودا حكي عن العلم بس ما كان قوام، هو حكي عن العلم وكان رجل قوام. عشان هيك النساء كلها عرفوا انه بحب ستنا عائشة، بحبها لأن عندها كرامات. ما كان هو اهتمامه بالجسد أبدا، لأنه ساجد بهالبيت، هذا معبد. أسرى بعبده وطلع صدرة المنتهى وجيت فاطمة بنت أسد وأن أم أبيها. هالعلوم لحي فينا It's a mystery, it's a symbol. هي رموز بالآيات بالأفاق، بس بدنا نقرأ ونفهم. ما بدكم بحاجة لحدا أبدا تروحوا لحوا على هالكلام وهالموقع. فإذا وقت اللي بتشوف بدك تاكل دايما إن تحط هالأكل وقت بتكون إن جوعان، وإن تقول بدي حط بس جزر بيتمي، وهيدي معمولة مش بالمكنة. جعان جيب من هول ما بكفي. ما نكون كتير ضايقين يعني هيك قاعدين على الكتاب على الشيف رادع. We are here to play. كل عمل عبادة وتلعب فيها مثل الأطفال، لأنه بس نقوي النوايا فيك تاكل سم وتحوله إلى سم سم أو الدسم. مرة المعلم الأكبر بالميكروبيتيك جورج أوشاوا عزم صاحبه تلميذه على العشاء، قال له بدي يجي المعلم يا ماما يتعشى عنه. ايه كبت كل الكتب تبع ابنه وطبخت له ما هي بتحب جاي المعلم. ايش ابنه؟ لا يا امي هذا ما بياكل لحمة ما بياكل جلد. من قلب امك طابخة شو ما طبخت تانيكم. فإذا اللي بيطبخ من قلبه هيدا حلال، اللي بيذبح من قلبه حلال. وين الحلال اليوم؟ الحلال بيروح بالحرام هو صاحبه. بس هيك نحن عم ناكل نقول الحمد لله اللي عم ناكل، الحمد لله اللي عم نشرب، الحمد لله اللي عم نمشي. قديش في ناس ما بتعرف بالأكل، سألون عايشين المجاعة، بياكلوا من النفايات. حتى هون بلبنان بالحي اللي أنا فيه تعجب لما ببرم عن نفايات وبشوف وبقعد بحكي معهم وين أهليهم. فإذا ما عندنا الشكر إلا لله، بالشكر تدوم النعم. الحمد لله، الحمد لله اللي عم ناكل، الحمد لله اللي عم نمشي، الحمد لله اللي عم نغلط. إذا ما غلطنا كل يوم غلطة جديدة جديدة وتعلم من غلطة ومن غلطة ما منكون أحياء. ما منغلط بنفس الغلطة كل يوم، لا، نوقع بالجورة أول مرة ثاني مرة علينا من له شكرا ومنكفي الطريق ومنقول شكرا لهالطعام ولهالمائدة ومنكفي الطريق.